يعني بعض يقول لك ايه احنا اعلى عجز في العالم، ده غير صحيح على الاطلاق. انا بعت لكم اللي نشر صندوق النقد الدولي، احنا يعني الحمد لله رب العالمين يعني في مستوى الدول اللي زي حالتنا واحسن من بعض الدول. في بعض الدول احسن ما نقدرش ننكر، احنا واحنا خطتنا ان نحسن العجز الموازن. الدليل عشان اثبت لك الكلام ده، لو قدامك الجراف او الشكل البياني هتلاقي انك انت كنت 13% اهو، انت كنت 12 13 اهو 12، انت كنت 13% بس شوف انت بعدها عملت ايه. انت فين دلوقتي بالمقارنه بالفتره الصعبه اللي كان بمر بيها البلد؟ النهارده عجزك كام؟ خد بالك انت في 2012 ده في 9 سنين يا سياده الوزير، احنا بنتكلم على 9 سنوات كنا ايه؟ وانت في الفتره دي لا كنت بتعمل تنميه، ده انت كان عندك مشكله كهرباء ومشكله غاز ومشكله امن ومشكله طرق ومشكله عمله صعبه ومشكله ناس بلد عايشة مشكله في بلد اصلا مشكله دوله بلد. وكنت بتعمل العجز ده وكنت بتعمل العجز ده. النهارده لما بتعمل اللي الناس كلها شايفاه على الارض في تنمية، في توصيل غاز للبيوت، في طرق وكباري وأنفاق، في سكن آدمي للناس اللي كانت عايشة في المناطق العشوائية، لمحطات كهرباء، لشبكات نقل، لافتتاحات اللي بيشوفوها في كل مكان، لقناة سويس الزواجية اللي قالك ما عملتش حاجة، ادي النهاردة طلع إرادة من 5 مليار بقى 7 مليار دولار. يعني في سنة اللي انت دفعته جبت قديه مرتين في سنة ولا حاجة، واخد بالك؟ عشان عملتها. ونشوف ما شاء الله دلوقتي بتدخل لك قد ايه. شوف مشاريع الميه، تحليه المياه البحر ومعالجات سمائيه وثلاثيه، شوف الكهرباء انت صرفت عليها قد ايه، شوف تجديد السكه الحديد، شوف امتداد شبكه المترو، شوف المونوريل اللي شغال جاي من 6 اكتوبر رايح لغايه العاصمه، القطار الكهربائي السريع، شوف انت بتعمل دلوقتي المشروع بتاع القطار الكهربائي فائق السرعه، شبكات الطرق والكباري والانفاق اللي انت بتعملها، المواني الجديده اللي انت شغال فيها، الطاقه المتجدده في الرياح وفي بتاع ده الطاقه الشمسيه وفي الطاقه النوويه وفي اللي بيعمل بالغاز وفي في مجال البترول والاستكشافات. في يعني عاوز اقول لك بلد بتتحرك وبتنمو وبتعمل مشاريع وبتشغل بني ادمين وقادره تخفض العجز بتاعها اللي كان 13% وقت ما بتعملش اي تنميه وكانت عامله عجز 13%. بتعمل تنميه وبتصرف وعماله تتخلق فرص عمل وعماله تحسن من البنيه التحتيه بتاعتها وما الى ذلك. عندنا تحديات، عندنا تحديات مدركينها، مدركينها. عاوزين القطاع الخاص يبدا يخش وياخد دور ونحسن مناخ الاستثمار بتاعنا، ايوه. عاوزين نجذب استثمارات جديده عشان تساعدنا وتخفف العبء على الخزانه العامه للدوله وتستقطب عمله صعبه، ده صحيح. عاوزين ان احنا نعمل مزايا وحوافز واستقطاب لاستثمار اجنبي في قطاعات مختلفه، والدوله تبدا تترك مجال اكبر للقطاع الخاص وتتيح له فرصه اكبر وبتاع، ايوه ده صحيح. واخد بال حضرتك؟ عاوزين نحسن من اوضاعنا في اداره المنظومه الضريبيه والميكانه والشغل اللي بنعمله دوت في التطوير ورفع الكفاءه وما الى ذلك وفي الجمارك والكلام ده، فمدركين ايه الشغل اللي عندنا ونشتغل ونحسن فيه. لكن في بلد بتتقدم، في بلد بتتحرك لقدام، في بلد بتكبر، في اقتصاد بيكبر. يعني انت كنت ما عندكش هذه الكم من المدن الجديده، هذه الكم من شبكات الطرق والكباري والانفاق، هذه الكم من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وحل مشكله كهرباء في جميع انحاء البلد، وبتصدر كهرباء وبتصدر غاز طبيعي دلوقتي. لا يعني برضو مش من العداله ابدا ابدا ان نظلم هذا الجهد وهذا الانجاز ونسود الحياه للناس ونسود الوضع للناس بطريقه غير امنه وغير يعني احد الخبراء طالع يقول لك ايه الهيئات الاقتصاديه لو خارج موازنه الدوله ليه هي بره موازنه الدوله وما عليهاش رقابه من البرلمان ولا ايه الموقف؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يا فندم البرلمان وافق على 60 قانون موازنه، واحد فيهم للموازنه العامه للدوله و59 للهيئات الاقتصاديه. البرلمان بيراقب